أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الوعاظ: ويل لسكان الأرض من ساكن السماء، فهل يجوز وصف الله تعالى بساكن السماء؟ احتاج إلى دليل هالكلام هذا، وين وجد هالكلام فيه؟ ها يقال شيء إلا بدليل. نعم، الله جل وعلا قال: أأمنتم من في السماء، ما قال ساكن السماء، قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. نعم. أحسن الله عليكم سماحة. فيقال الله في السماء ولا يقال الله ساكن في السماء. نعم.